أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوطن والحفاظ عليه أحد أهم مقاصد الأديان التي يجب الحفاظ عليها. جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم. رشيدا وفهما صحيحا للدين يدفع إلى بناء دولة حديثة عصرية ديمقراطية قوية. ونؤكد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي شوكة الدولة الوطنية هو جزء لا يتجزأ من صلب عقيدتنا، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو التخريب أو الفساد أو الإفساد لا علاقة له بالأديان ولا علاقة للأديان به. فلا بد للدين من وطن يحمله ويحميه، لأن الأديان لا تنشأ في الهواء الطلق. فالمشردون لا يقيمون دينا ولا دولة، والعصابات لا تقيم دولة ولا تفهم معنى الدولة. ولذلك رسخ الإسلام الولاية العامة وتحتها الولايات الخاصة. الولاية العامة رئيس الدولة أو من يقوم مقامه وفق دستور كل دولة ومصطلحاتها، والولاية الخاصة ولاية على الجند هو جيش واحد، ولاية على الشرطة هي شرطة واحدة، ولاية على القضاء هو قضاء واحد، ولاية على المساجد هي ولاية واحدة، ولاية على الأسواق هي ولاية واحدة. أما أن تتشعب الأمور وتتحول الدولة إلى فتات وجزئيات فهذا ما لا يقره دين ولا دولة.